عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كلمة ناس قاعدة تموت بجنبك منا ومنا عادي جدا نشوف انسان مات يلفوه ويبعدوه دونك وبعد بشوية يعقموا السرير هذاك ويجيبوا مريض جديد. كانت ناس تستنى البرة في الكلوارات باش تلقى سرير. أمي تقعد على الحالة هذيك 6 أيام في قسم الاستعجالي وهي تستنى وأنا نستنى والعيلة تستنى والناس الكل تستنى باش نلقى أولها سرير أكسجين أو سرير إنعاش. الله يرحمك يا ميت فينا الله يرحمك. فوق هذا الكل حاولت انا بالطرق الخاصه اني نتحصل على ماكينه اكبر نتاع اكسجين او اني نوفر لامي كميات كبيره من الاكسجين. قلت امي ما تقعدش لهنا نهزها للدار ونعانيها كما انا ونجيب لها طبيب خاص والكل والمفيد نوفر لها الاكسجين. تعرضت لشتى انواع الابتزاز، ناس قاعده تبيع وتشري تسمصر في كل شيء، معناها صدقني في كل شيء. عنا 15 مريض راقد عنا في وحدة الكوفيد 19 بقسم الإنعاش والتخدير السبيطار لغالبة. عنا 15 مريض والأكسجين وفي كومبليتمون من السبيطار. توا في 0% السيتير أنا دخلت في الريزيرف مع الشد كان بعض الدقائق. دونك لذلك احنا اتخذنا إجراءات باش نحوي مرضتنا، وفرنا القوارير نتاع الأكسجين اللي الساعة نتاعهم كبيرة حطيناهم بين المرضى التاعبين اللي هما تحت التنفس الاصطناعي، معناها يعني مخدرين تحت التنفس الاصطناعي. انت كي تجي ترجع في الماكينه تفيق بها اللي ماهيش عند المريض اللي كريت له، معناها تطلب ويقول لك لحظه تنرجع لك، يرجع لك تصير مشاكل في الترجيع وحاسيل كاريه من تحت كاريه كما نقول. هذا اللي خلق معناها من الاول ازمه. من بعد التجار هذوما ازدهرت التجاره نتاعهم وشريوا ماكينات وولاوا معناها يحكموا في الاسعار في اسعار الكريم تاع الماكينات هذه.